أنا قوم مرة ميسنين وأنا كسر كيدنا من التاجر سنين إن حلكم نقضى حبض حوق يسبقونني وأنا قوم باقية حكومة الصومالي الآن سن نبض لوصيو سفر صد لوصيو نبضنا أو ضد بدن كتشرين كلها ولا نعين إن الرمها إن بتجلي ذا كشقة يا وأنا قوم باقية إن مدحوين هنا عيدا كيس كقاب شعب جاهو بيسنا وهنا قوم باقية إن يقري هذا الكلام وهنا تكينا يا إن دق دق ضمبة أنا دعين عيدا كا شعب جاهو بيسنا وهنا قوم باقية إن يقري هنا إسكندجان لوكندجان نبضة أفضل بضمبة يطاي وهنا قوم باقية إن أرنتاس نبض هل كيدو يهي هل كيدو آنو هين حبط هل كيدو آنو هين حوق أنو من أوليقي هورانو الدقال سكيو غما قيب قادم إما كان ديارو ميهي نبض إيو نبض قليدة يمد نمضو والله ما تابتان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن سلامة يا دمان شعب غير سومالي لان وعن مانتا شغو يمي قبل كأفضل وعن هذا كسو قانا هاي وعن مانتا يوك اللي فينا هدلو ورر دي الله ومروغي سيده ونقسو قاري قبل كصاحب ومانتا سيقهر يمادين عيدا كشموريد سومالي لان دي بوليسك يدد الشعب وهو بيسان marka hore waxaan tacsiideynayaa dhammaan dadka inaga dhintay ama inaga dhaawacmay inay Ilaahay baan uga baray inuu caafimaad siiyo anagoo ka xun dhacdadaas anigu shakhsiyan kursiga aan doonayay madaxweynaha waxa ay gala qiimo weyn dhiig hal muwaadin oo daata xisbiga hore u sheegay mowqifiyadiisa xisbigu wuxuu taagan yahay nabad wadajir iyo midnimo وأنا شيء مرر بدن موقف كحس في جانب اللي مش سهل عليه هدنا ما فعلناه أنا قوم مرة ميسنين وأنا كسر كيدنا من التاجر سنين إن حلكم نقضى حبض حوق يسبقونني وأنا قوم باقية حكومة الصومالي الآن سن نبض لوصيو سفر صد لوصيو نبضنا أو ضد بدن كتشرين كلها ولا نعين إن الرمها إن بتجلي ذا كشقة يا هل كان قيب كقاطات هديهين سرادين هديهين حل لبانه قالها وكيل هذا هديهين حل لبانه ده قولها قولت ده هي عقال انتوا يكوها ولا نعيه انها وشاس قيب كقاطات فارغو باقيا ان مدحوين هنا عيدا كيسا كقاط شعب قاهو بيسنة وهارغو باقيا ان يقري هادو الكردقاء وبباهرين مرضن بي إنه غفي نقدر نمتو شغاقو ينكاس ما أنت وكوبي طبعاً كي أكس سنة كي هرم مالين تاسو كالي وعكرنا عيدل كي جمهوري دي سومالي اللي انسي صباحي النباديد وي كل دنتين داد شعبا وان هو يسنين وعيدن كا بوليس كلاي وحان غوا دعادة إن لقى باقسن كري تمان تا دعادينا إن لقى باقسن كري بان قبا وحنا تكينيا إن دق دقاق ضمبة آنو دعين إذا كا شعب كيه هو يسنا وحنا قو باقي إن يقري هنا إسكندجان لور كندجان نبضة أفضل بضم بيوتاي فرصتنا إلا سيد دك كاكو هولن نبضة إنتهى وشاس وعندكور قبلنا قبل كسول إن شغادي كنا عضي يندقال كي كان معي أولي السعودة قران كان ديك بحوين وكان اي ما انتنا أولي تاقين يحي وحنقو باقي يا لما وحقرتك صلاة دينتا أغوين يهنك قناع ستطة علم مضى إناني داوض ايال كان نقون الرمها النبت قال يدرطة اي خلافك السياسة دهد وي كل يردان انا يغيبك قاتان حلين تيدي مرة بعد
iyo mar saddexaad ba waxaan ugu baaqayaa in arintaas nabad halkeedu yahay halkeedu aanu hayn xabad halkeedu aanu hayn xoog siyaasadda xisbiguna waa midnimo waa nabad aniguna weligay horena dagaal sokeeyo ugama qayb qaadan imakana diyaarumeehi nabadda iyo nabadgelyada iyo midnimadu waa lama taabtaan waana waajib ku saaran inuu dhammaanta ka qayb qaadano. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Maanta xaaladda jirta ee ka hadlaysa arrinta maxaan ku dhahdaa ee buurta mas-uuliyaddeedu waxay si toosa u saaran tahay cabdiraxmaan ayay u saaran tahay caddeynteedana waa la keenaya dadkii hore ee lagu wada hadlayna caddeyntoodii waa la wada sameeyey dowladdu waxay diyaar u tahay dadkaas wixii ay ka codsadeen dowladda in hawsha lagaga qayb galo iyo waqti in la siiyo intaba dowladdu way ogolaatay dowladdu waxay kaloo ogolaatay in maxaan ku dhahdaayey aan ciidankaas meeshiisa loogu tegin ilaa iyo iminka jawaab galabta uu bixiyey oo aan iyaduna ahayn jawaabtii loo baahnaa ninka ay ku xidhan tahay waa cabdiraxmaan madaxweynaha kuma xidhna wasiirka daakhiliga kuma xidhna oo biliiska xukuma iyo ciidamada kale amniga intooda badan taliyaha biliiska kuma xidhna golaha wasiirada ee cabdiweli nagala jooga kuma xidhna waxay ku xidhan tahay dee ninkii dadka buurta saaray inuu ka soo dejiyey da isaga xaq u tahay waxaan diyaar u nahay weliba inaan isagana kala sii shaqayno waxaan ku soo ururinaynaa waxaynu nahay dal somaliland dimuqraadiya waxaynu nahay dal la og yahay inaynu arrinta nabadgelyada ay maxaanku dhahdaayey aynu kaga wanaagsan nahay dowladaha la aqoonsan yahay aynu madaqadan ku wada jirno cabdiraxmaan iyo xisbiga wadani waxa ay sheegayaan inuu dalku maxaanku dhahdaayey dhibaata ka taagan tahay masiibahaan loo adkaysan karaynin inay dalka ka taagan tahay masiibadaanu ma aragno waxaan aragnaa dalka in nabadgelyadiisu diyaar tahay ay wanaagsan tahay waxaan aragnaa nidaamka doorashadu in dariiqeedii ay qaadatay oo hay-addii doorashada ee aynu samaysanay ee labada xisbi mucaarid xisbiga ku leeyihiin waxaa loo sameeyey laba xubnoodba guurtiga ah saddex xubnoodoo madaxweynaha ah laba xubnoodoo labada xisbi mucaarid ay leeyihiin xisbiga kulmiya inkastoo madaxweynuhu kulmiye yahay haddana xisbiga kulmiya xubin ma leh oo annagu xubin ma soo magacowno oo taasna xubno iyagu ay xubno ku leeyihiin inay doorashadii diyaarsan tahay oo maanta doorashadu waxay ka dhaxaysaa shalaytana raggii xisbi ururada ahaa waxay ka sheegeen golihii doorashada maanta la qabanaya kama dhaxayso oo keli ah waan ku celinayaa doorashada soo socota kama dhaxayso oo keliya wadani cabdiraxmaan ciro iyo kulmiye musabixi kama dhaxayso faysal cali waraabe ucid iyo kulmiye iyo musabixi kama dhaxayso doorashadu waxay ka dhaxaysaa tobankii urur siyaasi ee isreebreebkii soo gudbay iyo saddexdayadii xusbiyee hore oo maanta aanu iyaga isku meeqaam nahay xeer ahaan xeer number 91 iyo xeer number 14 afar iyo tobnaad iyo koob iyo sagaashanaad oo midna commissionka doorashada uu maamulo midna ururka commissionka ururada iyo xisbiyada uu maamulo intayadaasaa doorashadu ay ka dhaxaysaa meel way xeerka kaga taallo ma jirto muuse bixi iyo cabdiraxmaan ciro heshiis ha ka galaan arrimaha doorashada mar haddaanay meel la kaga jirin oo saddex iyo tobankaasi ay ku jiraan
ما أنت نميل لك قرع يمله كل مية وأنو من قدومية كاهي حق أمرها حيرنا أجدين مايو حسب الحاكم كيما أنو نخيو حير كاسا نلا أقولانا يا طورشادة إنو لو قدر كل مية إدي دا أسك قيد كل مية لو قدر مايو نينك لو قدر أيانا ماله حير كاسا نوانو دا أقولانا وانو دا سمي سني تلوين كيغا نكدي بني طورشاك استمرك إيمان يساور رادو حسب يدو ولكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمتع بها بها المدينه التي تتمتع 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 بها المدينه ee waa lagu kala gudisan yahay siyaasada waa lagu kala tirsan yahay aragtida lagu kala duwan yahay baa la qaba kuwa isku xisbiga aan isku aragti lahayn xisbiyada jiraan isku aragti lahayn isku program ahayn isku itijaah ahayn hadii wax la garan waayo oo ay cid dareen qabto xisbigeega kulmiye hadaan dareen qabno waana rin qabno waa inaan tan dariiqa ay leedahay u marnay deenaan booraha ciidan saarna odayad oo la garanayo in biixi adeerkii iyo in adeerkii iyo walaalkii iyo deynay ku jiraan oo aniga adeerkay iyo inankaygi iyo ay ku jiraan in aan damxan ku dhahday dadka kashifno naano wallahi war uma hayne waxa la sheegayay maxan ku dhahday in ma qoriyisitaa meesha kale maya maya wixii loogii waa la ogyahay cid meesha joogta waa la ogyahay ciidanka meesha jooga waa la ogyahay ujeedada oranaysa ciidanka ha lagu bisleeyo fikradiina aa qabtaan iyo shuruudihiina inay qabtaanna bislayn kari mayso marka waxaan doonaynaa khalkhalka arrinkaa ka yimaada iyo arrinkaa dhibta ka timaada iyo arrinkaa ummadda khasaaraha kaga yimaada cidda mas-uuliyaddeedaba leh